السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. كده عملنا فكرتين، فكرة الآد وفكرة الريموف. عايزين بقى نعمل الفكرة التالتة بتاعتنا، فكرة الكلير، إن أنا أدوس على الكلير فيمسح لي كل التايبس بتاعتنا أو كل اللي هو الأيتم بتاعتنا. طيب قبل ما نعمل فكرة الكلير، لازم أول حاجة لما أنت تدوس آد ريمايندر يرجع لي الدنيا دي فاضية. منتهى البساطة، هنيجي هنا أهو اللي هو في ال app.js، بعد ما يعمل add reminder اللي هي فين اي، لو بعد ما يعمل ال add هيعمل حاجة تانية، فساعتها خلاص لازم اعمل اكواز دي واقول له بمنتهى البساطة بعد ما يعمل ال add هيعمل ايه تاني، هيفضي لي بقى ال state، فساعتها اقول له this.setState فضي لي ايه بقى، هات لي التكست فضه لي خليه فاضي، وهات لي الديت فضهولي خليه فاضي. تعالوا نتاكد من الكلام ده. ساعتها اروح هنا وكتبت مثلا تيست ومليت الداتا ودوست اد، فساعتها فعليا ما فضليش حاجه. بس تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. هنا الاد ريمايندر، ساعتها زيس دوت سيت ستيت خلي لي التكست فاضي والديت فاضي. طبعا الفاليو بتاعتك نسينا نكتبها في الانبوت، فهقول له فين الفاليو بتاعتنا هنا اهو، خلي لي الفاليو بالزيس دوت ستيت بعد طبعا ما يفضيها يخليها بالفاليو، وكمان الديت هنا اهو خلي لي الفاليو بتاعتك بيدي. بمنتهى البساطة اهو كتبت هنا تاني تيست ومليت الداتا ودوست اد، فساعتها فعلا ضاف لي وفضى لي الدنيا هنا، خلاها لي كلها فاضية بحيث ان انت تدخل دي ما تقعدش تعمل ديليت بنفسك يعني. كلام جميل جدا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بمنتهى البساطه بقى هنرجع تاني نعمل التلاته ستيبس تاني بخصوص الكلير بقى. اول حاجه هنعمل التايبس بتاعتنا، هنعمل تايب جديد، طيب واحد بس هنسميه كلير ريمايندر. كل الريمايندرز بقى نعمل لها كلير. كده احنا عملنا التايبس. تاني خطوة الاكشن كرييتور، ادي الاكشن كرييتور، هنعمل فانكشن تانية اسمها اكسبورت كونست كلير ريمايندر، ودي ما بتاخدش اي حاجة خالص. هقول له نفس الكلام، هعمل كونست اسمه اكشن واقول له بيساوي مجرد الطيب بتاعه بس هيكون الكلير ريمايندر، وخلاص اتعمل لها امبورت فوق اهو وبس كده شكرا، ويرجع الاكشن ده. جرب بس، هي فانكشن اكشن كرييتور بسيطه جدا بترجع الطيب بتاع الاكشن ليس الا. احنا كده عملنا حاجتين، الطيب والاكشن كرييتور. تعالى ثالث خطوه نعمل الريديوسر. نعمل نفس الفكره هنا اهو، الس اف الاكشن تايب بتاعك هيكون الكلير ريمايندر، وتعمل لها امبورت فوق اهو. والله لو كان كلير ريمايندر خلاص اعمل لي ايه، فضي لي بس الريمايندر كده، خليها بقى الري فاضيه ليس الا، ورجع لي الريمايندر تاني. بمنتهى البساطه اسهل حاجه الكلير، انت تفضي لي الريمايندر تاني وترجعها لي. يبقى احنا كده عملنا الثلاث حاجات. رابع خطوه ان انت تكتب بقى ال HTML بتاعك اللي هو ايه، هنزل تحت هجيب نفس الكلام، اجيب ايه، اجيب الاكشن كرييتور اللي هو كلير ريمايندر، وهتقوله من فوق لازم تعمل له امبورت كلير ريمايندر تاني. بنعمل ايه في الحته دي؟ قال لي انت بتعمل اختصار الحته دي اللي هو بتعمل كي اسمه كلير ريمايندر، وده بيعمل ديسباتش للكلير ريمايندر اللي هي الاكشن كرييتور. يبقى الديسباتش بياخد الاكشن، ما هي الفانكشن دي بترجع الاكشن، مش احنا قلنا الاكشن كرييتور هو فانكشن بترجع اكشن، فخلاص الحته دي هترجع لك الاكشن الطيب بتاعه كذا، وبناء عليه الديسباتش هيروح يكلم يخلي الاكشن يكلم الريديوسر بتاعك. وبما ان يعني الريديوسر يشوف بقى لو الاكشن بتاعك بيساوي اد يعمل اد، لو الاكشن بتاعك بيساوي ريموف يعمل ريموف، لو الاكشن بتاعك بيساوي كلير يعمل كلير. قال لك اختصار الدنيا كلها هو السطر ده، عملت كي اسمه كلير ريمايندر وفي ديسباتش بيشغل الاكشن كرييتور اللي هو اسمه كلير ريمايندر، والاكشن كرييتور ده بيريتيرن اكشن، وبناء عليه الديسباتش بيخلي الاكشن كرييتور يروح يسمع في الريديوسر ويسأل والله لو الاكشن تايب بتاعك بيساوي كذا اعمل كذا، بيساوي كذا اعمل كذا،
بيساوي كذا، اعمل كذا. كلام جميل، كلام جميل. انا عملت الكلير ريمايندر اهو، اروح هنا بقى استخدمها في البوتون اللي اسمه كلير ريمايندر، هقول له اون كليك، هتعمل ايه؟ هتعمل الفانكشن بتاعتنا اللي احنا جبناها بقى دي كده اهو، ومنتهى البساطه اقول له this dot props dot clear reminder، متقولش اي حاجه. تعالوا نجرب بقى الكلام ده، اقول له اول حاجه هضيف مثلا test 1 واضيف الديت اي ام او بي ام ايا كان، وهقول له تيست 2 ويضيف الديت برضو، وهقول له تيست 3 وضيف الديت برضو. انا عندي 3 عناصر اهم، لو شلت واحد هتلاقيه اتشال، لو دوست كلير الريمايندر فضالي كور الريمايندر عندي وعمل ريتيرن للايه للريمايندرز بتاعتك اللي هي الاريه فاضيه، ساعتها مسح لي كل حاجه، او فروم ريديوسر ومسح لي كل حاجه بتاعتك. تمام جدا جدا. يبقى عملنا تاني مراجعه سريعه، الفيديو ده بسيط جدا، عملنا الاكشن كرييتور اول حاجه، قصدي الاكشن تايبس اللي هو الكلير ريمايندر، بعد كده رحت الاكشن كرييتور عملت اكشن كرييتور اسمه كلير ريمايندر بتريتيرن الاكشن من تايب كلير ريمايندر فقط. بعد كده رحت الريديوسر بساله والله لو التايب بتاعك اسمه كلير ريمايندر فضي لي ريمايندر خالص واعمل لها ريتيرن. كده انت عملت 3 ستيبس. اربط بقى الديسباتش بالدنيا دي، خلي الاكشن كرييتور يسمع في الريديوسر ازاي؟ عن طريق السطر الباشا ده، اقول له هات كلير ريمايندرز، دي معناها ايه؟ معناها ان في كي اسمه كلير ريمايندر بينده فانكشن اللي هي اكشن كرييتور اللي اسمه كلير ريمايندر بواسطه الديسباتش، بيخلي الديسباتش يجيب الاكشن كرييتور اللي هو بيريتيرن الاكشن ويقوم بعته للريديوسر، فالريديوسر يسال والله لو الاكشن تايب بتاعه اسمه كلير فضي لي ريمايندر، لو الاكشن بتاعه اسمه اد اعمل لي اد، لو الاكشن بتاعه اسمه ريموف اعمل لي ريموف. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.